اهلا وسهلا. شو الاسم؟ I'm Moula. I'm from Algeria and I will show you some magic with technology. Good. Let's see. What the hell? ايش في؟ لا لا سكيورتي. واو. الحمد لله على السلامة. برافو. برافو. Very good show. Very nice show. Very nice. Very good. New. Exciting. We would like to see it again and again and again. Thank you. كثير حبيت شو عملت. كثير حبيت شو على بعضه متكامل متناسق ما فيه لو. أنا شفت إنه عرض تقني جميل وجديد وأعتقد إنه لعبة بشياكة وبمهارة والفكرة كانت بسيطة وجميلة وأنيقة. أنا شايف إنه هو بيجيد الوقوف على المسرح واللعب بأدوات المسرح مع التكنولوجيا الحديثة اللي هو عملها وتطويع الشاشة اللي ورا إنها تخدم العرض بتاعه بنفس اللوجو بتاع يعني دي كمان من الأفكار اللي عجبتني ما عملش حاجة خاصة بيه هو بس عشان كده أنا ذهلت في أول مرة. Thank you. خلينا نصوت. نجوى. أنا نعم. ناصر. أنا طبعاً نعم. أحمد. أي نعم. Yes. عندك أربع نعم. ملا. Thank you. Great job. Great job. Beautiful show. Best of luck. Amazing. Hopefully we'll see you in the semifinal. Thank you very much. قبل ما نبدأ حلقتنا نذكركم إنه في الحلقة السابقة البرنس أعطى الجولدن بازر لفريق تياستو روبوت وضمن لهم انتقالهم للنصف نهائيات من دون موافقة باقي أعضاء اللجنة ومن غير ما يمروا بأي تصفيات في المستقبل. هيك بيكون أحمد حلمي استعمل الجولدن بازر لهالموسم وباقي علي ونجوى وناصر. في حلقة اليوم هل حدا منهم رح يستعمل الجولدن بازر؟ Honestly, I want that golden buzzer. The golden buzz, عايزين نسمعها. Hi Moula, I came from Paris. I'm originally from Algeria and I am 26 and I blend magic and technology. I was fascinated by magic since I have 10 years old, but I always think that we can add some technology to create a new kind of magic.